ديال الصالح السنة كيفاش فرقوه ووزعوه وتركوه المستفيدين الحقيقيين يصرخون ويطرقون أبواب الإدارة دون مجيب. أيضا في مناطق الزلزال في الحوز تلات يعقوب إغيل مناطق أخرى، واش كتعرفوا بأنه المبني لحدود الآن هو 1000 مسكن فقط. لا زالت الناس في الخيام، لا زالت التعويضات المقدمة غير تشكل الفتات من حجم الخسائر، لا زال الناس يواجهون مصيرهم لوحدهم. السلام عليكم، معكم يوسف الوردي منتج تجار ديال السوق الصالحين. دابا راه ثاني مرة حنا كنجيو كنديرو واحد الوقفة احتجاجية قدام البرلمان، وباقي حقنا راه باقي ما خديناش، وانا كنناشد سيدنا الله ينصرو باننا كنقولوا ليه بان راه الفساد كثر عندنا في هذه البلاد هذه، بان ولينا كنعيشوا في خطر في هذا الوطن هذا، بان سيدنا انت كتشوف المشروع ديالك اللي هو السوق الصالحين اللي مشروع ملكي، انت كتشوف هذا قائد اللي هو رجل سلطه وبعض شي مسؤولين في العماله اللي هما نشروا واحد الفساد كثير في المشروع ديالك سيدنا، باننا دابا حنا فيما نبقى نديروا الثقه سيدنا الله ينصرك، انما هم مسؤولين شفاره، هم مسؤولين سيدنا اللي انت درتي فيهم الثقه عطيتهم الميف ديال السوق السالبه باش يعطيو الناس ذو الحقوق، انت كتشوف سيدنا حنا ضايعين دابا، انا عندي القهوه ديالي مشات لي سيدنا الله ينصرك، تعطيتيني حقي والقائد وبعض شي مسؤولين ردوا لي حقي، الناس هذو مابقاش كيخافوا. ما بقاش كيحترموا المقدسات ديالك سيدنا، بانه المشروع ديالك سيدنا ما بقاش كيحترموا هاد الناس هادو، داروا ما بغاو فيه، انهم ردوه وزيعه وزعوه بعضياتهم، انهم ضربوا واحد الفلوس كثيره من المشروع هذا، كتصور القائد راه ولا غني، ان القائد خصنا نتحاسبوا معاه ونعرفوا شنو عنده، الله يجزيكم بخير، ان القائد دار واحد الثروه كثيره، ان القائد دابا راه مرتاح مع راسو، وبانه كاين شي مسؤول اللي هو كبير كيتستر عليه، مضرق عليه، ان انا القائد كنت كنسمي انا القائد كنسميه قائد مسخوط الملك. بان نقولوا نفتخر بها بان قائد مسخوط الملك، بان قائد كون كيحترم سيدنا الله ينصرو بان غيقوم بالواجب الوطني غيحترم سيدنا الله ينصرو، وبانه هو القائد كيكسب عندنا باسم جلاله الملك. شنو قال لنا في الاول؟ قال لنا هذا المشروع ديال الملك راه ممنوع شي واحد يقيسو، ولكن ها هو سيدنا ضحك عنا نصب عندنا باسمك سيدنا الله ينصرك، ها هو المشروع، ناس غرباء داخلين، ناس غرباء داخل المشروع، كل السماسرة ديالو هز 4 الحوايج 5 بعيالاتهم ورجالاتهم، ناس ما عندهمش قهوة هز القهوة، أنا القهوة ديالي في مشات ليا، اللي عندي أنا شهادة إدارية، وعندي ما يثبت عندي نائب رئيس الجمعية شاهد لي بأن عندي قهوة، وعندي أمانة كل شاهد لي بأن عندي قهوة، وعندي التصاور ديال القهوة ديالي وشهادة إدارية، بأن القهوة ديالي في مشات ليا كاين ناس ما عندهمش قهوة هزوا قهوة، كل واحد خيط هز قهوة، كل واحد كيبيع الخضرة، غتولي في عرفة ديالو ما هزاش وهز قهوة، كل واحد كيبيع الكارو هز قهوة. الله يجزيكم بخير، تعمقوا معنا البحث في المشكل ديال السوق الصالحين اللي هو مشروع ديال السنة، كل واحد كيبيع الماء تا هو هز قهوة، الله يرحم لكم الوالدين، تعمقوا البحث، مشروع ديال الملك، راه مشروع ديال سيدنا هذاك، راه ماشي مشروع ديال الوزير ولا الرئيس، راه كنقولها وكنعاودها، راه مشروع ديال الملك، أنكم أنتم بقيتوا كتحترموا المشاريع ديال سيدنا، أنكم أنتم ولتوا خطر علينا في هذا الوطن هذا، أنكم كتشوفوا دابا الشباب ولاو غيهاجروا هذه البلاد، شكون السبب؟ راه السبب المسؤولين، مسؤولين أنتم هما السبب، وليتوا كتناموا في الفلوس كتعطيهم لأولادكم، كديروا المشاريع لأولادكم، كتقروا أولادكم برا، حنا أولادنا مساكين كيقراو في مدرسة المخزن. تقهرنا وتقهروا بهذا الغلاء وبهذا الكراه هذا، الله يجزيكم بخير، حنا ما بغينا حتى حاجه، تعمقوا البحث مع القائد اللي هزوا الخنيفره، وتعمقوا البحث مع بعض شي مسؤولين في العماره، شنقول لكم راه دايرين واحد الخرقات كثيره في هذا المشروع اللي هو مشروع ملكي اللي هو السوق الصالحين اللي سيدنا الله ينصرو بناه الناس ذوي الحقوق، بعض الناس ذوي الحقوق راه باقي ما هزوش القرعه ديالهم ساكن نهائيا، راه باقي ما دخلوش، كل الناس معاه كانوا معنا ساكن توفوا وماتوا، كاين الناس توفاو مساكن باقي ما زوج قرعه ديالهم توفاو، راه حنا كذلك راه حسينا ولينا كنمرضوا، الدواء ولينا كنشربوا باش كنعسوا، قسما بالله الدواء شكون السبب؟ السبب ديالنا هو القائد وبعض شي مسؤولين في العماله، هما السبب باش خلاونا كنهضروا وكنشوهوا بالسمعه ديال البلاد ديالنا، وكنشوهوا بالمشروع ديال الملك اللي هو السوق الصالحين، السبب ديالنا هو القائد اللي هزوا الخنيفره، والسبب ديالنا هما المسؤولين اللي في العماله، اللي كيمشوا للعماله كندقوا باب العماله شيقول لك راه العماله، شيقول لك العماله راه هزات يديها على السوق الصالحين. بانهم راه هزوا يديها، بانهم تضربوا واحد الثروه كثيره من المشروع ديال الملك، ضربوا الفلوس صحيحه، راه معلوم هزوا يديهم، ضربوا الفلوس صحيحه، الله يجزيكم بخير، كنتعمقوا البحث، وجو حقوا معنا في مشكل ديال السوق الصالح، راه مشروع ديال الملك هذاك، الناس ذوي الحقوق راه باقيين ضايعين مساكن، راه باقيين ضايعين. الاسم الزعلي محمد، ابن المرحوم الزعلي محمد، اللي كان عنده محل في سوق الصالحين ما يناهز تقريبا دابا 43 سنة، كان 42 سنة، دابا وصلت 43 سنة. تنتفاجئوا هاد الناس هادو داونا هاد المحل هادو، بغينا نعرفوا شكون اللي داه لينا. تنطالبوا بتحقيق مع القائد ومع المقدم ومع ذوك الامناء اللي تكلفوا في ذيك القرعه
ومن اللي عيطوا على عباد الله وداروا اللي بغاو، بغينا نعرفوا شكون اللي دار هادشي هذا وعلاش داونا رزقنا. هادشي اللي بغينا نعرفوا وتنطالبوا المحاسبه معاهم. مده ديال اكثر من 5 سنين دابا وانا تنجري، تمشي عند القايد، القايد تيقول لي صافي كون هاني كون هاني، تمشي عنده جا بعد اول حاجه القايد صيفط معايا المقدم وشاف المحل ديال الاب ديالي وقال لي صافي زع عليه كون هاني، قال لي مين تكون القرعه غادي نعيطوا عليك السيد، قال لي كون هاني، انا كنت هاني بقيت هاني. الناس جاوا برانيين ودخلوا القرعه وهزوا القرعه ديالهم، تنتفاجئ انايا تنبقى انا الاخر انا والناس هما الناس معايا دابا كاملين. وشكون عزل؟ عزل غير الناس اللي عيالات كبار ولا اللي رجالاتهم توفوا والارامل، عرف شنو يعزل؟ داروا واحد القضيه دمصوا داكشي كيبغاو هما، وحنا راه ما غاديش نسمحوا لكم في هذا الشهاده ديالنا. هذاك رزقنا، رزق العاب ديالي، هذاك الام ديالي ما تقدرش تجي. وكنت قلتها لك قبل ما نجي عندك سعاده القايد، الحاج قاصد القاعد قاصد، الحاج قاصد اللي كان في حي كريمه هو والمقدم زغلول حسن، راه ما غاديش نسمح لكم. انا تنطالب بتحقيق معاكم. مازال باغا تعيط علينا حتى حنايا؟ الام ديالي راه كبيره وما تتسمعش، وانا اللي مكلف بهذا الشيء، هو راه عارفني وتيعرفني مزيان، وضحك عليا وضحك على امي وضحك على هاد الناس. ها واحد المراه هي في العمر ديالها هي امي بحال بحال، ضحك علينا امي تتبوس لي يدي باش يعطيها رزقها. شكون انت اللي غادي تبوس لك امي يديك؟ هذاك راه حق مشروع ديالي وديال با المرحوم با، انا ما غاديش نسمح لك. وتنطالبوا الفرقه الوطنيه الله يجازيهم بخير، الشرطه القضائيه تكمل البحث ديالها وتجيب لنا هاد الناس هادو، وتشوف لنا العماله ديال السله شنو فيها، وتجبد لنا الاحصاء ديال 2010 وديال 2016 وجميع الاحصاءات، ويقلبوا على الزعلي محمد. الا ما كان الزعلي محمد تما انا مستعد نمشي للحبس. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.